سوسن ويان كرسن سوسن مدين باش يشوي الهم عالتشني تروى هي ترموني تروى وشاوي وهي مقام سوسن بسوسن ويان كرسن سوسن مدين باش يشوي الهم عالتشني تروى هي ترموني تروى وشاوي وهي مقام سوسم سوسم ويا مدوسة سوسم مدينة شي شوي للأنف أنا تشني تروى هي جرموني تروى وشاوي وهي مبرانة سوسم سوسم ويا مدوسة سوسم مدينة شي شوي للأنف أنا تشني تروى هي جرموني تروى وشاوي وهي مبرانة شريو كسان أنا تشري وعددي شوية أنت نقاد قدي كل مكان أوي نقصة بطيد وبنديرة أرني دلف وشريو كسان أنا تشري وعددي شوية أنت نقاد قدي كل مكان سوسم سوسم ويا مدوسة سوسم ليلاش شوي لك أنا تشري وهي جرموني تروى وشاوي وهي واللي ما عنده يوش الوالي ويبقى في الشعب يا مرقوب يا حليل حليل الثاني وحليل العبد يا المتهور واللي ما عنده يوش الوالي ويبقى في الشعب يا مرقوب سوسن بسوسن ويا مدوسة سوسن مليلة شيشة ويلم أنا تشني تروي ترموني تروى وشاوي وهي مقرار سوسم سوسم وهي مدوسة سوسم مليلة شيشة ويلم أنا تشني تروي ترموني تروى وشاوي وهي مقرار سوسم سوسم ويا مدوسة سوسم ليلاش ششوي اللام أنا شني دروية ترموني دروية شاوي باهي مخان سوسم سوسم ويا مدوسة سوسم ليلاش ششوي اللام هالشني تروى يا جرموني تروى وشاوي وهي مقرانة سوسم سوسم هيا مدوسة سوسم الليلة الششاوي الليل هالشني تروى يا جرموني تروى وشاوي وهي مقرانة شادي كسان أنا تشري وعلى لي شوية قدني قدي كل مكان أوي نقصة بطيد وبنديرة أرمي دلف وشادي كسان أنا تشري وعلى لي شوية قدني قدي كل مكان الزول الفلاوي نايت ما يسمى تحية كبيرة كبيرة إلى كل الشوية الأحرار إلى كل الأمازيغ من تبسة الخنشلال من المواغي يطلع
الصيف عندنا با وروح للشرق والغرب وكل كل كل الامازيغ تحيه كبيره اليكم. كنتوا تسمعوا في الجروب ايوان سوسم سوسم يا متوسا تري تري بيل شانسون انسبيري دو دو غران شانتور اي دو غران ارتست عيسى الجرموني. Donc aujourd'hui nous sommes le 10 juillet 2023, il est exactement 17h03. مرحبا بكم في هذا اليوم هذا ان شاء الله. اليوم لندي على كل حال راحين في لا بروميير هذا الفيديو ما ننساش ثاني باش نتقاسم معكم مون دوزيام كافي دو لا جورني. نقول لكم بون كافي ا فو توس صحة القهوة النون. بزاف الناس اللي تكلموا لي على لو سيجي هذا تاع كيف يسموه في 5 جويليا هذا كان فيها توزيع السكنات. يعني انا نحشم نقول توزيع السكنات والله غير نحشم خاطرش الناس يقولوا توزيع السكنات وكأن الدولة دي الحكومة قاعدة توزع هاك هاك انت هاك انت هاك انت. هذا مش مصطلح يتقال ثاني ديجا توزيع السكنات هذا مش مصطلح. هاد الناس هادو اللي يهضروا الهضرة هذه راهم يحبوا بالعاني يهفوا الشعب ويهفوا الناس كيفاش يرحم والديكم. هذه السكنات اللي مدوا هذو اللي مدوهم مدوهم باطل. انا نعرف واحد كيوزع حاجه يوزعها باطل هذا مش توزيع. هذا يا اخي هذا قال انسان لو بي جي هذه لوفيس لوفيس عنده سكنات بناتهم الدوله وهو يكريهم للناس. هذا يكري في السكنات ما يوزعش السكنات. وثاني بالمئات ساعات بالالاف يتسرباو كيما قال واحد روح هز برك سي با نورمال. هذا مش مصطلح يتقال خطراش اللوجمون تاع لو بي جي ما يتوزعوش. هذو يتكراو للناس والانسان اللي يحب يخرج يجيب المفتاح ويرجعوا لماليه من وهما لوفيس. قدينا قدوا احنا قلنا للمسؤولين تاع البلاد لازم ما عادش يديروا ديفيرونس ما بين لي بريفي ها وما بين ليتاتيك. سيتادير انا يكون عندي سكنه نقدر نكون نكريها يا هل ترى كي نكريها انا يسمى وزعتها مينو. انا عندي سكنه نكريها ندير الباي تاع الكريه انا والسيد راح نكريلو قال اخويا ها هو نديرو الباي قداه نتفقوا على قداه كيف اسمه الكرا طبقا للقانون بيان سور واش نعقب طبقا للقانون كيما يكري لك تكري لك كيف اسمه لو بي جي كيما واحد يكري سكنه لي ميم كونديسيون. قال بريميرمون لازم تعطينا كيف اسمه ضمانات يعني شهر ولا شهرين مسبقا. قال كي تحب تخرج لازم تعطينا شهرين بريافي. قال السكنه كي نكريوها لك ما عندكش حق ما تمس طاقة ترجعها باب وباب ترجعو طاقة ما تنجمش تمسها خلاص من غير مشورة لو بروبريتير كو سوا بريفي تاعي. انا يجي واحد يشاورني يقول لي خويا انت كريت لي سكنة وانا راح نطول فيها لهنايا انا ماذا بيا الباب هذا منا نحيه ندير باب منا. اذا اتفقت انا وياه يقدر يدير كيما لو بي جي اذا يحب اكزومبل يقفل طاقة منا ولا منا لازم يشوف مع لو بي جي. لو بي جي هي اللي تطوريزيه باش يقدر يحل الطاقه ولا مش يروح واحد وحده كيما دوك بعض من الناس يدي سكنه بالمفتاح في يده ولا يبدا يريب ويبدا. هذا هو نورمالمون كيف اسمه لو بي جي توقفوا وتعطي له مهله يخرج باش تنحي له السكن وتنحيه له بار لا فورس بيبليك. تروح تجيب له القوه العموميه تطلب رئيس المحكمه يعطي له القوة العمومية يخرجوه من السكن خطره راح يعبث في السكن اللي خاطر نتاعو. نرجعو دوكا لهذه الكرية نتاع السكنة. حنا نعرفو بلي الكرية نتاع السكنة سيغتو الناس يمدو للناس بيكزومبل الناس اللي عندو فامي يبداو بلي الناس اللي عندهم لي فامي ما يبداوش بلا سيليباتير. ان سيليباتير خطاش يقدر يدبر راسو يقدر يعطيو له ستوديو يقدر يعطيو له على باليش اف ان مي سكنات الكاملين يمدوهم للناس اللي عندهم الاولاد والناس اللي كيما قال واحد عنده فامي نومبروز هذو هما صح. القوانين قلنا لهم بدلوا القوانين راهم يقولوا بلي بدلناهم مي جو سي با اذا تبقى ولا ماشي متبقى. نورمالمون اون فامي دير
اون دوموند باش يعطيو لو بيكزومبل النفكات. النفكات لازم هما يكون عندهم المراه والراجل اللي كوبل هذا ومعاهم هما دو زونفون باش يقدروا ولا تروا زونفون باش يقدروا يعطيو له النفكات. خاطرش الراجل هو ومرته برك ما يقدرش يعطي له النفكات. سجو زيد عليهم مراه وراجل وطفل يعطيو له النف دو. جوج ولاد يعطيو له النف تخوا وطلع حتى باش يرجع الافكات كما قال واحد الانسان اللي عنده فامي نونغوز. واش هو لو باي دو لوكاسيون؟ وهذه هي البيت القصيد. لو باي دو لوكاسيون نورمالمون نورمالمون تتمد تعليمات لوفيس لو بي جي. واش يديروا لو بي جي؟ دير لو باي دو لوكاسيون هذاك العقد ماهوش العقد الاجاره نو العقد بينك بين لو بي جي وهذيك لا فامي يكون مداير باسم مسيو اي مدام. مسيو اي مدام ماهوش مسيو برك. لا يا اخي حنا عطيناك السكنه خاطر اش راك متزوج بهذه المراه هذه اوكي دونك يكونوا في زوج مع بعضهم. غدوه يكون ديفورس باكزومبل يكون ديفورس كاين حالتين كاين حالتين في ديفورس. كاين الراجل يسامح المراه يقعد لها تقول له انني خارج هذه السكنه هذه نخليها لك. واش دير المراه هذه؟ تروح لو بي جي وتجي تدي لهم لاكت دو ديفورس وتقول لهم السكنه هذه راهي ما عادش اونتر مسيو اي مدام راهي تولي الا نتاعي انا ويبدلوا لها هذاك العقد هذاك لو باي دو لوكاسيون يرجعوه لها باسمها هي. هو ينشطبوه من لو بي جي ويدير يحط ان دوموند باش يدي ستوديو ولا راح يزوج حتى هو باش يعاود يدي سكنه اخرى ولا حاجه. هذا هو اللي لازم يدار. هذه الاولى. نعكسوا الايه المراه تروح وتخلي الراجل هو اللي يحب يحكم هاد الافكار هذا. ما عندوش الاولاد والمراه خلته وحده في هاد الافكار. لازم لو بي جي يعيطوا له يعيطوا له وقال خويا انت عطيناك افكار اليوم راك غير براسك ما نقدروش نخليوك الافكار هذه لازمنا نغيروا لك نعطيوك استوديو حتى ان شاء الله نهار كي تزوج نزيدو نعطيوك اف دو ونهار كي تزيدوا عندك الاولاد اوفور يا مزور نعطيوك سكنه كبيره باسكو هذا كريه هذه راهي كريه مش تاعو اي ماهيش تاعك يا محمد تذكر ولات الناس يخرج في لا ليست يروح يديرها للبيع قسما عظما قسما عظما لو كان جيت انا هو ديريكتور دو لو بي جي ولا جيت انا هو الوالي يا الانسان اللي حط سكنه للبيع انا بوغ موا نحي له السكنه ثم بعد سوغ بلاس وهذاك اللي دخل فيها هذاك نجيب له القوه العموميه نخرجه بالذراع عليه خاطرش راح شرا سكنه مد دراهم السكنه خطيته. كيفاش نقدر نبيع انا هذا البيرو هذا كان يكون موش ما عنديش العقد ما عنديش لاكت دو بروبريتي نتاعي. ايماجينو انا كريت هذا البيرو هذا كرهوني واحد نروح نبيعو وين صرات هذه؟ شتو يا جماعه الخلطه كيفاش راهي دايره؟ وهذه ما تولتلهاش الدوله ولو بي جي اللي صافي لونتون ملي استغناو على لي باتريمون تاعهم. يبنيو وطيش ابني وطيش وعلى هذا نبقاو ديما في ازمه السكن نبقاو ديما ما تنحاش ازمه السكن. لا لا قبل ما نبدا الاقتراح نتاعي واش لازم يكون عندي بزاف الناس اللي اتصلوا بيا سورتو لي فام سورتو النساء. علاش؟ باسكو النساء هما المضطهدات. علاش؟ غدوه الراجل يقول لها يا ديكاش خرجي لي من الدار تاعي الو ماهيش دارو نورمالمون ماهيش دارو سامبلومون حنا قاعدين مازلنا الدوله سيدي الناس المسؤولين عن الدوله مازالوا يبزنسوا بالدين. علاش؟ يقول لك يا خويا احنا كي نمدوا نمدوا للراجل احنا. ايه والمراه انا هضرت خطره مع رئيس بلديه تاع وكيل من البواغي والله غير والله غير يعني فريمون واش نقول لكم ما عنديش واش نعلق عليه. كي قلت له كيفاش انت الساكن هذا للراجل والمراه قال لك المراه يا خويا احنا العصمة عند الراجل قال لك احنا نمدوا للراجل والمراه قال لك المراه يا خويا يروح يكري لها ولا 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 دبر راسه كي يطلق يكري لها وين يكري لها هذا وين
دا هو ما لقاش روحه هو راح يكري لها السيد هذا يا هو بعد ما خلص الكراهه هو كيف يكري لها هذا كيفاش قالت براسها يعني الدوله ما غايبه في هالامور هذه دوله غايبه خطرش المراه نورمالمون العقد يدار باسم الراجل وباسم المراه وغدوه اللي اذا يسناو كما قال واحد باسكو ما يقدروش اذا يدوسوا المراه والراجل يتقابضوا ولا يضربها ولا منا ولا منا هنا تبدا تدخل تاع من هنا تبدا تدخل نتاع السلطات والسلطه الاولى اللي تدخل هي لاكسيون سوسيال لا ديريكسيون دو لاكسيون سوسيال مالوغوزمون نو مالوغوزمون نو لاكسيون سوسيال يقول لك احنا كنا ما بعثناش وكيل الجمهوريه يقولنا ديروا تحقيق على هذه العائله هذه ولا منا ما نديروش ما ندخلوش وهذه هي المشكله خطره لاكسيون سوسيال نورمالمون وكيل الجمهوريه يقدر يطلب منهم يديروا اونكيت سوسيال ولا جوج او لا منا بيان سور مي وحدهم هما اللي غدوه يسمعوا بالمراه ايماجينو غدوه مراه عندها الاولاد يخرجها راجلها من السكنه يقولها ديغاج اخرج المراه تخرج اذا عندها باكزومبل دار باباها تروح لدار باباها على بالنا اذا عندها خوها يهزها معليش مي ايماجينو باباها يقولها انا زوج خطره مو زوج ما تجي ما تدخلي لي لا انت لا الولاد تروح لخويا انا خويا خويا يقول لها اختي انا ما نقدرش انا المراه تاعي ما تساعديش تي وياها ما كانش وين تروح المراه تروح تشكي للشرطه الشرطه يقول لها يا مدام روحي قدمي شكوى للوكيل الجمهوريه انا كي تجي لي عندي احنا جينا عندنا احنا الشرطه واش نقدروا نديروا احنا نحكموا نديوك بالذراع نطبطبوا على الراجل قال ادخلي بالذراع اون بي با فير سا يخسروا عليها هما ولا لا جوندارموري واش يقولها روحي ديري شكوى عند وكيل الجمهوريه وكيل الجمهوريه هذا وكوي نتوما بلي قاعد دوكا في المكتب نتاعو يستنى في هذه المراه هذه وقت تجي تجيب له شكوى وهو تتويت يهز الامور بجديه و راح يطرطا لازم يدير شكوى يتبعثها على كوموند ديال هذاك كيجي دي ريسبسيون ويسجلوها كي توصل تشوف لها ثلاث ايام ولا اربعه باش توصل ولا يعني ولا ما توصلش خلاص ومن بعد تروح يسجلوها في لاريفي ومن بعد تروح عند وكيل الجمهوريه وكيل الجمهوريه بالك عنده يكون عنده بزاف امور راه يعيط لها في سمانه ولا سمانتين ولا في شهر ولا في شهرين ولا في كذا وين تبقى هذه المراه هذه وين تبقى لوحوها اون جول في الكوميساريا نديوها الكوميساريا نحطوها اون جول هي وولادها حتى يوقف الشرع نتاعهم ولا حتى يعيط وكيل الجمهوريه ولا حتى منا شفتوا كيفاه يا جماعه بلي لازم لها لاكسيون سوسيال لازم يبدلوا الناس في الوزير والحكومه ومنا لازم يعطيو دور كبير لاكسيون سوسيال سينو يغلقوها كيما قالت لك هذوك نهارات المراه العنابيه هذيك ولا غير عندك الحق يا مدام نورمالمون هادو النساء هادو اللي يطيشوا المراه نسكنوهم في لاكسيون في البيروات تاع لاكسيون سوسيال وهما نخرجوهم باسكو يسير غير يسير غير دو تو دوك تقولي انا لاكسيون سوسيال وقاعد ولا تروح دير لي دوره في الليل كاش ما تلقى واحد ولا زوج يطيشوا تروح تديهم الكاش دار العجزه ولا منا ولا نهار رمضان تجي دير لي انايا هذيك القفط رمضان ولا واش مناكش واش هذا هو السيستم سوسيال هذا هو ولي زاسيستون سوسيال واش قاعدين يديروا قاعدين حاكمين البورتابل تاعهم ويشنتيو سي با نورمال هادو لي زاسيستون سوسيال نورمالمون يكونوا اسيون سوسيال دابور في لاكسيون سوسيال يكونوا 10 ولا يكونوا ما عرف قداش ويزيدوا باكزومبل نمد لكم انا ولايتي في ولايه خنشله نورمالمون يحلوا فروع يحل فرع نتاع لاكسيون سوسيال وين في سيتي حسناوي فرع وين في بوجلبانه وتحياتي الى اخواتي والناس كل كامل في بوجلبانه وفي سيتي حسناوي وبارتو في خنشله وين واحد اخر في سوناتيبا ان بيرو فيه اسيستون سوسيال فيه كاتبه وفيه شيف دو سيرفيس ولا شيف دو لونتين هذا وهو اللي ينسق مع اللي راهي في الولايه وفي الدوائر كيف وفي الكومين لازم ديما يكون فروع وهالفروع هذو هما اللي يخدموا مع الولايه ويخدموا مع الامن ويخدموا باش يشوفوا الناس اللي راهم فريمون محتاجين ولازم لهم ان اكومبانيومون ها واش لازم ماهوش قال اي مد المفتاح برك نتاع المجموع هذا العائله هذيك وخليهم يتخذوا وخلاص مرة خرجها راجلها يا خويا تروح تشكي به للعداله
وكانوا خويا مساكن النساء ما يعرفوش ما يعرفوش، دوك يضربها راجلها تروح تشكي به، قال او ضربني وخرجني من الدار لازمني نرجع لداري، مسكين مساكن يخلطوا ما يعرفوش باللي هذه راهي قضيه مدنيه وهذه قضيه اخرى تاع الضرب قضيه اخرى وهذه يخلطوا شعبان في رمضان مساكن النساء ما يعرفوش يصالوا بروبليم خاطرش قضيه الضرب ما عندها ما دخلها في اللجنه، تقضي تشكي براجلك بالضرب يحكموا عليه اذا ثمني اكثر من 8 ايام راهم يهبطوه من داتيبو يروحوا يروحوا في الحبس اكثر من 8 ايام، واذا اقل من 8 ايام راهم يعقبوه كما قال واحد للشرع وقادرين يحكموا عليه باش يقولوا بغرامه ماليه وخلاص. هذه هي مي كي تجبدي لهم على السكنه يقول لك السكنه حنا خاتين، يقول لك روحي شوفي مع سيفي روحي شوفي مع ديري شكوى مدنيه. شفتوا كيف الناس نسى مساكن ما يفهموش ما يعرفش، تقول لك ضربني وخرجني من السكنه، خرجك من السكنه هذه قضيه مدنيه، ضربك هذه تروحي مع وكيل الجمهوريه هو اللي يشوف الضرب قداش في السلكه ميديكال اللي درتيها انت والخسائر هذوك اللي درتيهم انت، هو يحكم عليه بالسجن ويطلقوه، ماهوش كي يحكم عليه بالسجن يحكموا عليه طول حياته، دونك سا ديبون على الضرب واش ضرب. قلت لكم وهذا قبل ما نروحوا لهذا هذا هما هذا نقول انا نروح تاع نزيد نمد نجاوب بعض النساء اللي اتصلوا بيا وبعثوا لي باش يجيو يفهموا حاجه مليحه. احنا في البلاد ما زلنا نبزنسوا بالدين وعلى هذا الحقوق نتاعكم ضايعه فولديغ، هذه هي الحقوق نتاعكم ضايعه، كي تروحوا تشكيو ما يعطيوكم والو، انتم الحقوق نتاعكم اللي كما يقولوا هما العصمه عند الراجل، حتى باش تروحي لاكشن سوسيال يعطيوك شويه عدس مسوس وشويه سكر اللي عنده قرن هو يطيش تما وحتى الفيران طلعه هبطه فوقه وجوز بطاط نتاع حليب ولا ما عباليش ولا منها، لازم لك تجيبي لهم الطلاق نتاعك. لو كان تكوني اون سون دو ديفورس ما يتلقاوش بيك وما يهزوكش وما يقولوا لك والو، علاش؟ باسكو القوانين تقول لهم باللي الراجل هو اللي يجي، انت خاطيه. شفتوا كيفاه الظلم اللي كاينه للمراه وهما يقول لك لا 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 المراه احنا عطينا لها الحريه نتاعها وعطينا لها لي دروا نتاعها، وينهم لي دروا نتاعها؟ وينهم لي دروا ان مراه حاوزها راجلها ولا ضربها راحت ما عرف وين في دار باباها ولا في دار خوها تروح لاكسيون سوسيال باش تلقى اون اسيستون سوسيال لا كومباني دون سي ديمارش باش تحميها تو دابور تحميها، خاطرش قدروا كانوا ناس اللي خرجوا كيما هكذا ولحقوهم رجالتهم وقتلوهم. نورمالمون كيف اسمها لاسيستون سوسيال مع المدير ما يدخلش المدير، واش دخلوا المدير؟ واش دخلوا المدير؟ المدير تاع لاكسيون سوسيال وقاعد لهناك كيما يكون مشاكل اخرى مع الوالي مع الاخر مع الاخر، ما يدخلش هو في الاخر. كاين لاسيستون سوسيال، كاين سيرفيس، كاين شيف سيرفيس، كاين تروح مع رئيس المحكمه وينسقوا مع رئيس المحكمه ومع جوج دي زونفون وينسقوا مع بعضهم باش يديروا حل لهالمراه هذه، حل مؤقت، يعيطوا له حل مؤقت. تو دابور كيما قلنا لكم يا جماعه الناس لازمهم يبنيوا، لازم الدوله تبني دي زيبرجمون بور لي فام باتو، بور لي فام اللي ما عندهمش ماوى، بور لي زوم اللي ما عندهمش ماوى، هكا لاسيستون سوسيال تقدر تجي هي وتهز المراه هذه هي ولدها وتديها اذا راهي مناسي كيما نقولوا حنا هي في خنشله ما يخليوهاش في خنشله، ما يبعدوهاش بيان سور، ما يديوها لبلاصه اخرى، يديوها في ولايه مجاوره باش تبعد ساعه على راجلها وراجلها يعيطوا له الشرطه ومعايا وكيل الجمهوريه ويقولوا له ما تزيدش تروح عندها والبلاصه اللي راهي فيها هي ما تقدمش ليها 3 كيلومتر البلاصه اللي راهي فيها. واذا شافوه دونجورو يوليو حتى يشرعوا له بالك يديروا له حتى في رجله كما قال الاخر باش كاش ما يحب يقدم البلاصه هذيك تسينيال عند لابوليس يروحوا يحكموه، سينو قتلوهم. مراه هربت من وهرن راحت لطمن كيف اسمه راحت وين راحت يا ربي؟ الغردايه، يلحقها سي محمد هذا الغردايا يقتلها ويردمها يدفنها ويجي راجع كل ما كان مصرى والو كل ما صرى والو، ومن بعد جاو يشخصوهم قال لهم ايه صح تلاقيت بها بصح قلت لها ترجعي قالت لي ما رجعتش خليتها وروحت. كي حكموا عصروه عصروه القرص في عينيه قال لهم نديكم وانا جهه دفنتها وراح جبدوها مسكينه مردومه. دونك المراه ماهيش بروتيجي، الدوله ما بروتيجي با لا فام، كي تجيو لها وانت يا ثاني وعلاه تقولي له هكذا وانت يا وعلاه تنرفيه وانت يا وعلاش، يعني ما نحبش نقول حاجه اخرى ما نحبش نقول حاجه اخرى سينو كيما ما نقولش نحبش نقول حاجه اخرى.
نورمالمون المراه مع لاسيستون سوسيال تولي هي لا تيتور تاعها. خرجت اليوم من دارها لاسيستون سوسيال مع تعلم وكيل الجمهوريه بلي المراه هذه تعنفت وهو اش صرا واش صرا رانا نديرو في ديمارش، هما يهزوا قرار قال هز الطفله وهز المراه ولادها ومن نحطهم في كانش بلاصه مؤمنه حتى يوقف الشرع نتاعهم. من بعد كي يوقف الشرع نتاعهم يشوف رئيس المحكمه واش يمد للمراه ترجع لدارها اذا تحب ترجع لدارها من بعد ما تطورات من بعد ما على بالناش واش يكون قاضيين يضربوا ويصراو منها ومن بعد يرجعوا لبعضهم. وقاضيين اخرين تقول لك انا ما نرجعش اخويا، ثم وين لاسيستون سوسيال مع ليزوتوريتي يدبروا لها سكن واحد اخر، سا ديبون تحب تقعد تما ولا تروح بلاصه اخرى ولا وين، ما يخليوهاش لبرا. وعلاه وياكم حنا يديروا لي ديبارجمون هذو نتاع لي فام باتو نتاع لي ديبارجمون ديرجونس باش ما يخليوش الناس لبرا. خاطر ساعه ساعه حنا نبعثوا الشرطه، ايا قال روحوا شوفوا وين كاين معيطوا لنا المواطنين، راهي كاينه مراه تطيش في السخانخ، نروحوا نهزوها في الفولكون. ايه واش بيك المراه؟ اه ضربني راجل. ها يا سيدي كيف نديروا حنايا؟ ونديوها؟ ما كانش ونديوها، ها المشكل ما كانش نديوها لوبيتال، هي مش مريض حتى لوبيتال اسيدي، نجمو نحطوها على الرئيس على المدير قال ولدي خليها البرد الحال ومنه ومنه تبات حتى الغدوه، مي غدوه ونديوها ما كانش. شفتوا كيفاه وين راهي المشكله؟ هذه هي المشكله. دونك النساء دوكا اللي راهم خرجوا من ديارهم، ما عليكم الا تروحوا للعداله، ما تروحوا ني للوالي ني لشرف الدايره ني تروحوا ديريكتومون للعداله. العداله هي نورمالمون كي تحكم عليك باش الرجوع وهو ما يرجعش ولا ما دريناش واش يكون، هاك الساعه يحكموا عليه بالطلاق ولا تحبي تطلقي كيما قال واحد، ومن بعد تشرعي له حتى على السكنه، باسكو السكنه ماهيش تاعو، السكنه راهو عطاوها له على جالتك انت وعلى جالت الاولاد. ولازم دركا القانون الجديد هذا لازم تدار السكنه باسم المراه والراجل، مسيو اي مدام. واذا المراه هي اللي دات الاولاد لازم المراه تقعد تما وهو يخرج ويروح يدبر راسه وهو راجل، يعطيو له في كانش بلاصه ولا يعطيو له اف ان ولا يعطيو له ولا يشوف يقعد في الاوتيل ولا واش يديروا له، مي ما يخليوهاش برا نورمالمون، ما يخليوهاش برا كيف كيف ولا فام. حتى لو كان الولاد يديهم الراجل والمراه تبقى وحدها يخليوها لبرا، نو حتى ما عندهمش نورمالمون اوتيل. انا خطره دخلت لي فامي دون زان اوتيل مع رئيس البلديه، اما لقيتهم اللي رايحين يفرشوا لبرا عيط للمير جا مين جيتو يا مراه ما معاه جوج بنات صبايا رايحين يفرشوا لبرا يرقدوا. إيه بيان هزيناها انا ورئيس البلديه وديناها لوتيل ودرنا بون كوموند لوتيل، قلنا له هذه المراه تقعد هنا تاكل وتشرب حتى نشوفوا مع القضيه نتاعها واش هي، جات من ولايه مجاوره حتى نشوفوا. دونك لازم يحطوهم في دون اوتيل. هذا الصور اللي نتاع البلديه صور تاع الشعب، مش صورتك يا رئيس البلديه كيف اسمه المير، مش دراهمك يا اخي، دراهم الشعب. ولازم تهز المراه هذه تخليها تقول انا والله ناظر ساعه مع ناس يقول لك يا خويا وعندهم بني عمهم، كانش واحد يهز واحد دركا توسخر بيا، يا والخو ما يهز الاخت دركا، اخت ما تقدرش تهز اختها، لو كان تهز اختها يدير لها مشاكل راجلها يقول يعفطها، يقول انا ما زوجتش بالفاميلا كامله انايا. دونك لازم الدوله هي اللي تدير لها مشكل، مشكل هي اللي تدير لها تاويل كما يقول الانسان، عندها مشكل لازم الدوله تدير لها تاويل. دركا بلا شي عداله ما تقدروا ديروا والو، ما تقدروا ديروا والو. الغالب العداله هي كي تدي لها تدي العداله لهذاك الباي دو لوكاسيون باللي سكنه باسمك وباسمو، المراه عندها حق باش اذا الاولاد عطاهم لها الاخر تقعد في السكنه نتاعها. الناس اللي باعوا لهم السكنات نتاعهم، الناس اللي باعوا لهم السكنات نتاعهم، انا نقول لكم روحوا ديريكتومون للعداله، خرجوا شكوى باش كونتر اكس باش الشرطه تروح للدار هذيك ما تلقاش فيها راجل تلقى فيها واحد اخر ما يحوسوش يفهموا معاه، يعطيوا له مهله باش يخرج، اذا ما يخرجش يجيبوا له لافورس بيبليك يخرجوه بلا فورس بيبليك وانت ترجع للسكنه نتاعك، هذيك السكنه نتاعك انت، حتى الدراهم اللي مدهم الله يسهل، احنا الدوله ما تحوش عليه براسك انت بوحد، ما قال لك روح اشري سكنه خطيتك، كيفاش تشري سكنه ولا تجي تقول لي هذيك اللعبه هذيك اللي يديروها، قال انا يسال لي اخويا 500 مليون ما عندوش باش يسلك، اعطاني السكنه ويعطيك السكنه نتاعو ويعطيك السكنه نتاعو مش تاعو، يخرجوك
هذاك اللي قال اتونسيون يا جماعه، انا نقول لكم الناس اللي تشري في السكنات بهذه الفكره هذه تاع الكارت الرشاحي هذه، تروحوا للكاتب العمومي ويدير لك الكاتب العمومي بعد نورمالمون يعقبوه في العداله، ما عندكش حق دير لهم عقد نتاع بيع وشراء الوغ لاكت ولا قال تبدلنا وتبدلوا، عطاك النقد دو بروبريتي نورمالمون الكاتب العمومي هذاك هو بعد يروح للحبس. هو خطرش علاش لازم تعرفوا باللي في القانون واش يقول لك القانون، كل من شركة في الجريمه من بعيد ومن قريب، كل حتى اللي جا حل لك الباب ما هو ما يعيطوا له في الحبس، ما عندكش حق، ما عندكش حق يا محمد. كيف تبيع تمد اللوجمون خاتيتو لوجمون تاع لو بي جي، كي تجي لو بي جي تحضر يقول لك وي بعنا له وي ثم تنجم دير علاه يهربوا ما يروحوش لويسي جوستيس ولا ما يروحوش عند النوتير ولا علاش ما يروحوش بوركوا؟ باسكو على بالهم بلي النوتير لو كان يدير كيما هكا يعرف القانون يروحوا في الحبس. الوغ يروحوا هما الكاتب العمومي، كاتب عمومي ماذا به يضرب 200,000 ولا 300,000 ولا ما عرف قداش، ايا قال اليوم لو 3 ولا لو 4 جويي فلان وجامعه فلان او يسالوا 500 مليون، قال له ما عنديش ها بعطى له السكنه هذه في بلاصه، ويعطى له السكنه نتاعو هو، ما عندوش حق يمد السكنه نتاع الناس يا جماعه. دونك روحوا للنساء اللي خرجوكم من الديار تاعكم وهذيك الدار نتاع لو بي جي تشوفوه باللي راه ساكن فيها واحد وراجل راح حرق ولا واش دار ولا ما عرف وين، انتوما عندكم حق تروحوا للعداله وديروها اون ريفيري رابيدمون اون ريفيري باش توت سويت يروحوا يطبطبوا عليه يجيبوه للعداله تحكم عليه بالخروج دون لي ميديا، ما يخرجش يبعث له لا فورس بيبليك تخرجوا من السكنه يطيشوا يطيشوا برا فوالا. صور اللي مدهم مد براسو يلحق السيد هذاك اللي حرق هذاك والله يسهل. هذه وحده. دوكا نرجعوا لكيفاه توزيع تاع السكنات وعلاه ديما نبقاو في ازمه، هضرت ونزيد نهضرها. ما زلنا نزيدو نقعدو في ازمه ما دام الناس اللي مشرفين على هذا على هذا توزيع السكنات وهذا ومنا هما بعد بزنسو، هما بعد بزنسو ماذا بهم يبقى ديما هكا قال سربي بال 3000 سربي بال 2000 سربي منا، علاش؟ باش يدخلوا بني عمهم ويدخلوا خاوتهم ويدخلوا الناس بالمعرفه وبالتليفونات وروح وروح، خاطرش نورمالمون الكليه ما تكونش كيما هكا يا اخي، الكليه ما تكونش بال 5000 وبال 2000 وبال 3000، لا يا اخي نبنيو السكنات وين ندرس انا ملف، لا ندرسو باكزومبل اليوم 20 ملف نعيبو لا كوميسيون دو ديستريبيسيون، لا كوميسيون دو ديستريبيسيون تمد سالي تمد تعيط لهذوك الناس هذوك اون بريوريتي يسنيو معاهم العقود وكل خطره تسكن واحد، وثاني موش ديما في فرد بلاصه اللي يحب يكون باكزومبل في سيتي حسناوي يكون في سيتي حسناوي، اذا عندنا ديار في سيتي حسناوي، لا اذا عندنا ديار في سيتي ماريتو، اذا عندنا ديار في بوج البانه، اذا عندنا ديار في سوناتيبا، اذا عندنا ديار في الشابور. يا خويا كني انا لو بي جي نسني مع الشخص كل نهار سي لو فو كل نهار لا كوميسيون ماهيش راح بيان سور لا كوميسيون ماهيش راح تسيجي شاك جور السياج لا كوميسيون دو ديستريبيسيون لازم يكون فيها واحد من لو بي جي واحد من لا ولايه واحد من لا دايره واحد من كل بلاصه واحد باش يكونوا على بالهم واش راهم يديروا، وزيد لازم يكون ان فيشي يونيك سادير لو بي جي سون الغاز لالجيريان ديزو تاع الماء كيف اسمو تاع التليفونات هذو الجيري تيليكوم تاع الغاز هذو كاملين يكون عندهم يخدموا باش يخدموا نورمالمون يكون عندهم ان لوجيسيال يونيك واحد، علاش ان لوجيسيال يونيك؟ دونك انا نحب نروح ندخل باكزومبل التريسيتي لهذا المكان هذا لمن نروح؟ نروح لسون الغاز نجي داخل السلام عليكم السلام خويا جيت ندخل جيت ندخل الضوء اليوم من هالمكتب هذا وي اعطينا خويا الاخر نعطيهم لا فاكتور ولا نعطيهم لا من يشوفوا لا فاكتور نقول لي انت الكارت ناسيونال تاعك انت كتقول منص فريضه مي لا فاكتور اي دايره باسم شعبان ولا واش كاين هذه مش تاعك انت يا اخي قال انا باع لي باع لك شعبان هذا مالا احنا ما نجموش نديروا لك الغاز هذا حتى تروح تجيب لنا من عند لو بي جي تجيب لنا كيف اسمو تبدل العقد الايجار تاعك وتبدل الباي دو لوكاسيون وتجيبهم لنا وندخلوا لك الاخر ما يدخلونيش يروح السيد هذا يبزنس مع كانش واحد يعطي له خير تاع التريسيتي يبقى الغاز كيف يروح لهذو السنه الغاز يقول لهم اني عندي التريسيتي بحساب نحب الغاز الغاز ما نقدرش ندخلو لك علاش لازم تبدل لانيك نتاعك اوكي يروح باش الماء الجيريان ديزو كيف
يقولوا لا لا لازم تجيب لنا هذاك. يروح تاع التليفون باش يدخلوا التليفون، ما يقدروش يدخلوا التليفون. علاش؟ باسكو لازم يجيب لهم الاخرى كيف اسمها اثبات باللي الدار هذه راهي مكريتلو ليه هو موش واحد اخر. لازم ينسقوا كاملين مع بعضهم، حتى لو كان يروح لاسيستون سوسيال يكون مجرد عند لاسيستون سوسيال، باش لاسيستون سوسيال كي تروح تضرب في الميكرو تاعها هي والكناس ولي زاسيرونس وكاملين عندهم، كي يروحوا يشوفوا اللوجمون نيميرو 1 يعرفوا بلي اللوجمون نيميرو 1 باسم فلان، كي يتبدل يتبدل عندهم كل. شفتوا كيفاه يا جماعه؟ باش نقدروا ديك الساعه الناس تولي تحشم وما عادش تبيع السكنات، ويظلوا السكنات يطايشوا، يظلوا السكنات يطايشوا. خاطرش على بالهم بلي خاطرش دركا الناس اللي تجي راح تدي سكنات، او على بالهم بلي دار دوموند عطاو السكنات ديجا على بالهم بلي 600 مليون ولا 700 مليون ولا 500 مليون اللي جاي في الجيب. هو ماهوش راح باش كانوا ما دخلوش خلاص. انا المرة كنت نهضر معاها الصباح قالت لي عندنا عام كيعطاو لي السكنه انا وراجلي، راجلي حرمني من السكنه تاعي ما حبش يخليني ندخل فيها عام. هاي هضروا انتم كيفاش؟ انا مين؟ واحد راحت للشرطه يقول لها روحي شوفي مع وكيل الجمهوريه. من وين تروح المراه؟ وكيل الجمهوريه تفك رويح باللي اليوم راح تبقى ما يجي كيما ديجا دوكا لي فاكونس، هاي حنا في موا جويي، شوف لها من سبتمبر وقتها يديروا القضيه هذه ويعيطوا للسيد يا سيدي محمد كيف هذا البرقة يا خويا انا المراه ما تهمتش انا وياها، واش يقولوا الرئيس؟ يقولوا ترجع رجع حاضر عليكم. يقولوا لا ما رجعت انا ما رجعهاش خلاص ما تساليش ما رجعهاش ما حبيتش ارجع طعش. دونك لازم الناس الكل يكونوا موافقين مع بعضهم. اليوم هذو نتاع لو بي جي هذه سكرتهم سي لو باتريمون تاعهم، يعيطوا للسيد هذا ارواح سي محمد ارواح، انت قالوا عليك بلي راك مساكن وحدك في الدار هذه عند كافكات يا اخي. لا ماهيش دار هذه الافكات يا اخي، ما احنا نمدوها لواحد اخر نمدوها لعائله اخرى، انت راح نبدلوا لك نعطيوك في اف ان ولا اف دو خاطرش وحدك. هذه هي اللي لازم يا جماعه سي سا سكيفو، موش ايام مد برك وخلي. اليوم تروح لو بي جي تروح الفيشي تلقى حي سوناتيبا لوجمون نيميرو 3 فيه عبد القادر. لو كان تروح تطبطب في هذاك لوجمون نيميرو 3 قال قول عبد القادر يجي، وين عبد القادر؟ مانيش انا عبد القادر. ها اي وي كانت تهابي ابو وعبد القادر ما نعرفوش اخويا. وانت شكون بعدك؟ شكون عطاك؟ انا عطاني الاخضر وعقب ديجا على 15 ولا 16 واحد. اسكو سي سا لوجمون سوسيال؟ اسكو هذا هو لوجمون سوسيال؟ ماهوش هذا هو لوجمون سوسيال. لازم الدولة تغير القوانين نتاعها ولا تبقى هكذا، تبقى شاك فوا وين يكونوا التوزيع كما يقولوا هما توزيع السكنات يوقع فيها المشاكل الحريق الضرب وروح. بون نزيدوا ان شاء الله بدات نهار اخر نزيدوا نرجعوا على هذه القضية هذه اللي هضرت عليها قدام خطرة، والناس قدام خطرة يعيطوا لي يقولوا لي اتكلم لنا. هذا هو الشيء اللي قاعد نقولوا. لازم المسؤولين نتاع الدولة هما اللي يعاودوا يشوفوا القوانين نتاعهم، خاطرش القوانين هذو اللي راهم دايرين دوكا ما ي... كيما قال واحد عقب عليهم الزمن. أتو تالا.